يتميز العرس الحساوي بتعلقه بالتراث وتمسكه بعادات مستمدة من بيئة الواحة ومعالمها الطبيعية، وتصبح عيون الأحساء مقصداً للعريسين لقضاء ما يعرف بيومي الغسول والحنة وسط هزيج فن المجالسي الأكثر شعبية. عوض الفياض ومعه التفاصيل. يبدأ العرس في الأحساء وقراها مبكراً، جدول حافل ينتظر العريس حيث يستعد ليوم الغسول، اليوم الذي يقضيه العريس في إحدى عيون الأحساء أو أحد المسابح الخاصة، موروث ضارب في جذور هذه الواحة. لأيام تعلق الزينة في شوارع الفرجان فيما يتجهز العريس ليومه الكبير برفقة أصدقائه المقربين، حيث يودع العزوبية بحفل زفاف يبدأ من المنزل وينتهي بقاعة الأفراح. يشكل عرس الأحساء نموذجاً فريداً في أعراس مدن المنطقة الشرقية، حيث يضم طقوساً وتراثاً يمتد لمئات السنين، وتصبح عيون الأحساء مثل عين أم سبعة والجوهرية والحويرات موئلاً لتجهيز العرسان. ولطالما كان فن المجيلسي أهم الفنون التي تشعل أعراس أهل الأحساء، على الرغم من انتشار فنون كثيرة في السنوات الأخيرة. عوض الفياض، NBC الأحساء.